اشوف وشك بخير. لا معلش هوصلك المطار. مفيش داعي، انا سافرت قبل كده كتير وعارفه السكه. لا 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 لا، هوصلك المطار. تروحي شمال تيجي يمين برضه هوصلك المطار، بس عشان ما اعطلكش. هو في صايع بيتعطل؟ يلا. لازم يعني تسافري؟ أكل عيش. هما بيدفعوا لك كتير في الشغلانة دي؟ يعني يا دوب. طيب مبسوطة من الشغل معاهم؟ إن جيت للحق، لأ. إنما مفيش إنما. لا ما هي عادلة ولا مبسوطة، ليه تروحي لهم؟ أمال هعمل إيه؟ خليكي معايا، إيدك في إيدي نكافح سوا. وبكره باذن الله هتشوفي هنكسب قد ايه، وليك على اللي بيدفعوا لك في سنه هنكسبه احنا في شهر. معقول؟ انا جربت الشغل بره وعارف، وخدمه بخدمه بقى المكسب اجدع، وهو تعملي حاجه لمستقبلك. ايوه بس دول كانوا يزعلوا قوي. اللي يزعل يشرب من البحر. اسمعي كلامي وابعتي لهم جواب استقاله، صدقيني هننجح وهنبقى اخر عال. انا حاسس ان ادامنا هيبقى خير على بعض. واضح جدا، بدليل ان احنا في يومين اتنين رحنا اسم البوليس واتهمونا في جريمة قتل، ولسه مين عارف. وماله، اللي اوله صعب اخره راح. قلت ايه؟ موافق مش كده؟ طبعا الحمد لله. هو انا لسه قلت حاجة؟ انا كنت واثق انك انت هتوافقي. استنى هنا يا اسطى. ستوب هير بليز يا اسطى، ستوب هير بليز يا اسطى. يلا انزلي انزلي، الخيرة فيما اختاره الله. بالذمة انا مش مجنونة اللي سمعت كلامك. طبعا، بس انا عايز اقولك على حاجة. انا اللي يمشي ورايا يكسب. قصدك يغرق؟ يغرق في النعيم والعز. قولي انت دايما واخد الدنيا قفش كده؟ ما هو يقفشها انا تقفشني هي. قول نتغدى هنا ولا نشوف حته ارخص؟ لا نستنى ما نشوف حته ارخص. برافو عليك، انا يعجبني الست المدبره. نظامنا ايه بعد الغدا؟ نشوف حته رخيصه وظريفه ننام فيها، وبكره الصبح بدري هنسافر على بلد صغيره هنا عنوانها معايا. في واحد صاحبي كان بيشتغل جرسون في مصر، هو هاجر هنا. هو وعدني اني هدور لي على شغل اول ما اوصل. طيب خليني وراك اما اشوف اخرتها. اخرتها طين طبعا. طبعا مش هتشيل انت حاجه هنا؟ لا جنتل. ها جنتل، انا مش انت الراجل. اتدبس انا بقى عشان جنتل. ها الله العظيم. لا عشان انت الراجل. انا راجل اتدبس انا يعني. ايه رايك في اللوكاندا دي؟ كويس، بس تلاقي الليله فيها مليون جنيه. قصدك ايه؟ قصدي ندور على غيرها. غالي جدا. ايه؟ اوعى تقول انه غالي. والله غالي. ما هو لازم ننام. ايوه بس الفشخره مش كويسه للي زينا. فشخره ايه بس؟ طب اسمعي،
انا جات لي فكره. قول وربنا يستر من افكارك. قالوا لي في استقبال ان في اوضه فاضيه في الدور الثالث. انا هروح اجازها لوحدي علشان تبقى رخيصه، وانت تحصليني بعدين ولا من شاف ولا من داري. ايه؟ ننام في اوضه واحده؟ وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ يا ست لو طلعت مش ولا بد يبقى لاعب الصوت ولم عليها العالم. تعالى هنا. الدور الثالث ها؟ ما تنسيش. علي النعمة أنت مجنون رسمي. أنت متنح لي كده ليه؟ ها؟ بقشيش. نو أيام بوليس. بوليس عندنا ما بيدفعوش بقشيش. ها؟ يلا حبيبي، مع ألف سلامة. جود باي. باي باي. تضحك على ايه؟ ايه؟ تضحك على ايه؟ مش مصدقه طبعا اللي حصل. ايه؟ ما شفتيش قبل الواد الدبالة المفتح وبيضحك على الخواجات؟ لا. اديكي شفت. ايوه بس واحده زيي ما كانش المفروض تعمل كده ابدا. بقول لك ايه؟ احنا كده حلوين قوي بالصلاه على النبي، سيبي بقى من اللقطه بتاعت المركب. ها؟ حاضر. انزلي تحت السرير. نعم؟ انزلي تحت السرير. ازاي ده بقى؟ انزلي تحت السرير، احنا واخدين اوضه نفر واحد. معقوله دي؟ حبك قوي الورده دلوقتي، حبك. ثانك يو فيري ماتش. نو بقشيش، اي ام ايجيبشن بوليس. ما بيدفعوش بقشيش. مع السلامه، يلا. يا جماعه اللي تحت. نعم. ما تطلعوا على السطوح شويه. انزلي تحت السرير. ايه ده انا لحقت. انزلي تحت السرير، الاوضه نفر واحد، انزلي تحت السرير. معقولة دي يا ربي؟ استنى عليا. حاططني في دماغك انت بقى، مفيش في اللوكان ده حد غيري. ثانك يو فيري ماتش، اند نو بكشيش، وانا ايجيبشن بوليس. مع السلامة. بتضحك على ايه؟ شوف الزمن، من كام يوم كنت انا تحت السرير، النهارده انت اللي تحت السرير، سبحان الله غير الاحوال. يلا والله لا اللي فوق السرير مستريح ولا اللي تحت السرير مستريح. يا دمك يا اخي. طب حقك عليا، ما تزعليش. ما هو لازم تفهم اني وطي صوتك لاعرفوا اللي احنا اتنين. ممدوح خليك فاكر ان انا قابلت ان انا اجي معاك عشان نشتغل ونتعب ونعمل مستقبل وبس. واضح؟ واضح يا فندم. يلا نامي يا حسن، انت ليك هلكتي بالله في طول النهار. حاضر. طيب وانت؟ ولا هنام انا كمان؟ يعني ايه هتنام انت كمان؟ الامر حاطط حراسه على الباب، هنام على الكرسي، انت هتنام هنا وانا هنام على الكرسي. الله، طب وايه اللي خليك تنام على الكرسي وفي سرير تاني؟ لان لو نمت على السرير التاني الصبح هيعرفوا ان احنا اتنين مش واحد. ويتهد كل اللي عملناه. لا عندك حق، انما ايه الذكاء ده كله؟ لا بقى ده احنا عيال بنحسبها بالكمبيوتر. على اذنك بس اخد الوساده الخاليه. اتفضل. ممدوح. لازم انت تبقي تحت السرير. على الصبح كده.
جود مورنينج. جود مورنينج. ايه ده؟ انت جايب اتنين فطار ليه؟ اكسكيوز مي، واي تو بريكفاست؟ وان فور يو. يس. اند وان فور مادام. أنتوا عارفين إنك أنت تحت السرير. يلا بينا نفطر بقى أحسن، أنا ميتة من الجوع. أنا اللي هيجنني بقى التدبيسة اللي أنا دبستها طول الليل على الكرسي ده. يتغزغز. بقول لك ايه؟ ناوي تعمل ايه بقى بعد ما انكشفنا يا حلو؟ انا بقى ناوي انيمك بارخص طريقه للنوم في اوروبا. عارف انها تقيلة شوية، بس بكرة بقى هتتعود عليها. انا مش فاهمة لزوم الحاجات دي ايه. شوفي بقى يا ستي، ده اخر طريقة للنوم في اوروبا، اسمها طريقة النوم المريح في مواجهة الريح عندما تتمدد وتستريح. انت ناوي تنيمنا فين بالظبط؟ في اي حتة اسمها لنا ربنا، المهم نحرص على القرشين اللي معانا لغاية ما نشوف اخرتها ايه. انا مستحيل اوافق على كده. بقولك ايه، تصعت قبل كده؟ لا. انا بقى صعت، ثم انا هنا راجل البيت، الكلمه كلمتي والشورى شورتي. هو فين البيت ده؟ اوروبا كلها بيتنا. ساعه حلوه حقيقي. وبعدين فرويد قال عيش صايع شد عدوك على قفاه. بكلمك بجد، ساعه جميله. اه يا رجلي. وبعدين طول ما انا واقف جنبك مفيش ولا عربيه هتقف. بقولك ايه، انا هستخبى، ولما عربيه تقف لك هطلع لك على طول. طيب استخبى. طيب بليز Take me to Folie Romani. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. لا استنى. مسيار. استنى عليك وعلى أهلك. شوف. What happened يا اسطى؟ بوش بوش جيف مي بوش مي مي عايز زقة بوش. اه وانتوا كمان هنا عندكم زقة؟ وانا فيها حيل عشان ازق. ازق كمان. الله 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 يا ابن الحرامية. Come here. Come here. I love. I love. Stop.
الاخير يا اخويا. انت فاكرنا ايه؟ ده احنا صيع قوي. انت فاكر نفسك ايه؟ ده احنا من الضرب الاحمر يا قلق. انت اقف 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 شوف اقف يلا شرب يا ابني الكلبون ممدوح اديله اديله على دماغ امه. كويس اللي انت عملته في نفسك ده. انا بصراحه كنت ناوي اخلص عليه خالص خالص بقى، بس حسيت ان له اولاد ابرياء بيترجوني وبيقولوا لي ليس اونكل ليف دادي دادي كول هيز كريزي لايك فول ان ان ان. يعني مستعد تاخد تأبيدة علشاني؟ تأبيدة مين؟ غلاوتك عندي تستاهل 15 تأبيدة واربعة اعدام. بلاش كدب وقولي. انا مستعد اقول لك كل اللي انت عايزاه بس بشرط تخلي ايدك كده على طول. ليه؟ لان الوجع كله بيروح من لمسه ايديكي والعذاب بيهرب من نظره عينيكي. يلا يا ريس بتاع الكلام. من فضلك خليك جد بقى شويه. قولي هتعمل ايه دلوقتي؟ هعزمك على غدا فاخر يرم جدتك. هات ده افرش لنا السفرة. ايوه ايوه انا احفر. ده فول مدمس ورانا ورانا. هات ده عشاء القهوة. ده سروسي بقى القعدة. حنان. نعم. تيجي نعمل زي بتوع الاسكيمو. بيعملوا ايه؟ بيناموا كل اتنين في كيس. اكيد عندهم ازمة اكياس، لكن احنا الحمد لله كل واحد فينا عنده كيس. طيب تيجي نعمل زي بتوع سنغافورة. يعملوا ايه دول كمان؟ قبل ما يناموا بيبوسوا بعض من مناخيرهم. بقول لك ايه، ما تيجي احنا نعمل زي بتوع مصر. بيعملوا ايه؟ بيناموا ويدوا ظهرهم لبعض. بس في مصر مفيش اكياس. بكره يبقى فيه. حق لو فكره الاكياس دي دخلت مصر تبقى مصيبه. كل ست تزعل من جوزها ترمي له كيسه في الشارع. تحبي اطفي لك النور علشان تعرفي تنامي؟ معاك مفتاح يوصل للقمر؟ لا ابدا، هي نفخه واحده بس باقي اللي هي. أملك إيه في الحياة؟ أمل أغتني ويبقى عندي الفلوس زكاية بزكاية ولاقي بنت الحلال اللي أتجوزها. واخدة بالك من حتة الجواز دي؟ واخدة. ونخلف لنا 12 عيل وتبقى الحكاية آخر لخبطة. 12؟ حلوتهم كل إجازة وإحنا خارجين نتفسح، كل واحد في عربيته. 12 عربية، ستة قدام وستة ورا. وأنا وصاحبة الاسم والنصيف عربية مكشوفة في النص. والموكب ماشي والعالم واقفة. والموكب ماشي والعالم تزغرط. والموكب ماشي والعالم تعيط. الله، طب وهيعيطوا ليه بقى؟
عشان لما هيبقى عندي 12 عيل لوحدي محدش في البلد هيلاقي ياكل. استوب هنا يا عرباجي، استوب هنا يا علي، استوب هنا يا علي عوض، استوب يا اخويا. ثانكيو. خير استوب بارابولي. طب اخويا ثانكيو فيري ماتش، ثانكيو ثانكيو. افخرستو بارابولي، افخرستو. لو كنا عملنا الحركه دي في مصر كان العربجي قطعنا طبعا. متهيألي هي القهوة دي. فكرك هتلاقي صاحبك اللي بتقول عليه؟ والله إذا لم يكن السيد عزرائيل قد تفضل بزيارته قبلنا يبقى هنلاقيه. وهيقدر يدبر لنا شغل. جرالك إيه؟ لازم يكون عندك ثقة وأنت معايا، يلا. يلا. سلام عليكم يا معلمين. نبي مصطفى بعرة موجود؟ سبيك إنجليزي؟ اتكلم عربي شوية شوية أيفا؟ خلص سوبر بولي. ممنوخ. اروح اشوف المد دلوقتي. ايه وقفت ليه؟ تجوزيني كده من غير ما تعرف عني كل حاجه؟ ايه اللي ممكن اعرفه اكتر من كده؟ ما انت كويسه وزي الفل اهو. مش جايز يكون ليا ماضي ما يريحكش. كفايه ان اسمه ماضي عشان انساه. نعيش الحاضر والمستقبل. مستقبلك في انك تلاقي بنت اوروبيه غنيه تتجوزها، هي دي اللي ممكن تخلي حياتك مستريحه، مش واحده فقيره وعلى قد حالها زي حالاتي. الله، كل شيء ممكن يتباع وينشري الا الحب اللي في القلوب. مره قريت في كتاب ان الغربه والوحده بتخدع القلب وتوهمه بالحب من غير ما يكون موجود. حنان، انا من اول يوم شفتك فيها على المركب حسيت ان كل حاجه فيها متلخبطه. كنت بالنسبه لي نجمه في السماء مسموح لي اشوفها من غير ما اوصلها والمسها. ولما لقيتني جنبك على الارض بقيت اسعد مخلوق في الدنيا. عشان كده ترجيتك انك تقعدي واتمنيت من ربنا انك توافي. وديني قعدت. وديني تاني بترجاك انك تتجوزيني، وبرضه بتمنى من ربنا انك انت توافي. الله، ليه الدموع طايه؟ انت كمان بالدمع. حلو الجواز مش كده؟ ها جواز حلو على فكره، جواز جميل. الراجل ده زل عندنا. بكره الصبح ننزل على السفاره ونكتب الكتاب ونعلي الجواب وابعت افرح امي وابويا، وانت كمان تبعت لاهلك وتقول لهم ربنا وقعني في الوادي اللي هو.
كده امال حيلك. هي دي كمان هتاخدها قفش؟ مش قلتلك يا قفش هنا لا تقفش نهاية. كلام ده عن الدنيا مش عني. النهاردة انت دنيتي وكل حياتي. المهم في بكرة مش النهاردة. بكرة هنعمله احنا بايدينا. انا بكفاحي وانت بجمالك ورقة قلبك اللي ملهاش مثيل. وانا كل ما ربنا يفتح عليا بكلمتين تقومي تعيطي؟ انا كده طول عمري كل ما افرح واكون سعيدة عيط. بالطريقة دي بقى هتعيطي طول عمرك لاني ناوي اساعدك على طول. قوم يا جميل لان اتاخر ورفضونا حنان. حنان عزيزي ممدوح، كم كنت أتمنى أن أبني معك الأمال الحلوة التي عشناها، ولكن طريقي غير طريقك وحياتي غير حياتك. مع خطابي مبلغ ضئيل أرجو أن تقبله، ورجائي ألا تبحث عني أو تحاول أن تراني. أنا بالنسبة لك امرأة بالعنوان. ألف حمد لله على السلامة يا ضنايا. جرى إيه يا أم ممدوح؟ سيبي الواد يستريح شوية. أعمل إيه؟ مش مصدقة إني عشت وشفته داخل عليا من باب تاني. يا حبيبي يا ابني ده أنت ليك وحشة كبيرة قوي. البيت من غيرك ما كانش له حس. الحمد لله ربنا كريم. عارف إن إحنا غلابة ومحتاجين له. أيوه يا أخويا محتاجين له جنبنا يا ضنايا. أما أروح أعمل لكم الشربات. أنا قلبي بيقول لي إن في حاجة كبيرة هي اللي رجعتك. حاجة ايه بس يا بابا؟ والله مش عارف. شايفك كده مهموم وحزين مش زي عوايدك. عادي عادي عادي. خليك فينا ميوحة. دوحة حبيبي أرمي. لا 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 تعال دوحة حبيبي أرمي. ازيك يا رب؟ ازيك؟ استنى بس خالتي استنى اقعد. تصدق بالله ما صدقتش ماما لما قالت لك كده. ماما لا دلوقتي ماما انت ليه انت مستنى امك؟ ابقى طول عمرك لسانك طويل حتى لما رجعت من اوروبا. استنى بس خالتي. يا اخويا سيبك من اوروبا بلا اوروبا بلا وجع دماغ. لكن قول لي ايه اللي رجعك من اوروبا؟ انت ضربت هناك ولا ايه؟ اشتقت لكم يا اخي وحشتوني. اشتقت لنا انت شاتل الفقر يا فقر. يا اخويا ما تقولش كده على الواد. يا ست سيبيه ابن خالته بيهزر معاه. ولا يهمك انا ما تشيليش هم خالتي. انا من بكره هشغله معايا في مطعم اللوكاندا. انا دلوقتي ليا كلمه هناك تقلب الكوسه بتنجان. انت اتجننت في عقلك يا زغلول؟ عايز تشغله جرسون بعد ما خد بكالوريوس التجاره؟ تكونيش فاكره يا خالتي ان ابنك في بلاد بركه هيشتغل رئيس مجلس اداره ولا امين شرطه اسم الله؟ ده بالكتير معروفه يعني يا بياع جرايد يا غاسله للاطباق. ولو اشتغل في المير ان شاء الله هيبيع هدومه. يوه امال هو خد الشهاده ليه؟ استنى جوز خالتي عشان يتجوز بيها. اصل اهالي البنات بتوع اليومين دول مخهم متاخر 50 سنه لورا. اسمع يا ولد انا مش فاهمه منك حاجه. تعالى بقى خلينا على جنبنا. اتفضلي يا اختي زي اختك تمام. يا اخويا بسم الله يا حبيبي. ربنا يخليك ليا يا رب. سيب الواد بقى احسن اتهالك. وحشني يا اخويا وحشني.